وكوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ما شاء الله محمد عزیر نسیم تلاوت کلام پاک تواڈے سامنے پیش کر رہے سن. اللہ رب العالمین انہاں بچیاں نو بلکہ ساڈیاں آن والیاں تمام نسلاں نو قرآن و سنت دا پیروکار بنائے.